السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم إخواني. بسلسلة بقية الدروس بالمقامات اللي هي نكملها اليوم، عندنا النوطة الحرفية اللي ما يقدر يستطيع أنه يقرأ النوطة وما يريد يتعب فيه على مود يتعلم قراءة النوطة المهمة. معاكم زياد هادي أستاذ آلة العود والنظريات من العراق. إحنا عندنا دورات موسيقية لتعلم العود أونلاين مباشرة، وعندنا تعلم العود والغناء حضوري أيضا في بغداد. موجود رقم واتساب اللي يحب يشترك، هذا رقم واتساب اللي يحب يشترك يراسلني علي، وأهلا وسهلا بكم. النوطة الحرفية إخواني، هذا تجيك أنت نوطة حرفية، أنت ما تجيك مثلا نقول بالعود تا لا 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 لا، نقول ري مي فا صال فا مي ري، أوكي؟ يعني ما عندك إشكال أنت، هاي سموها نوطة حرفية. لكن قضيتنا وين راح تصير يا أخوان؟ ركزوا، قضية التعبير ري مي فا صال، هنا يصير فرداش فا مي ري باوة. لذلك انتم من تسجلوها السجلوها تكتبوها ري مي فا صال فا مي ري، ما يطلع الجملة اللي سواها اني زياد. فانت شو تسوي بالتالي؟ وبالتالي راح يكون عندكم قضية التعبير والأداء في الموسيقى أو في التقسيم أو في الجمل الموسيقية. خلوا بالكم، وضروري جدا أنه تنتبهون على هذه الدروس حتى تتعلم بصورة صحيحة، وابتعدوا عن الملل، وابتعدوا عن أنه ما يصير لك وايس. أنت بس أدخل في التمرين وانت راح تشوف نفسك تنطلق بتعلم العود. تحيات لكم، و مع السلامة، والفصول لايك والاشتراك واشتراك في القناة. تحياتي لكم، مع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.